Père du soleil, père du soleil, père du soleil. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليكم نتائج مباريات الدورة الاولى من البطولة الاحترافية القسم الاول يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021. الرجاء الريادي فاز على يوسفية برشيد بهدف لصفر. الدفاع الحسني الجديدي فاز على اولمبيك اسفي بهدف لصفر. اما يوم السبت 11 سبتمبر 2021، اولمبيك خريبكا تعادل مع مولودية وجدة. شباب محمدية فاز على الفتح الريادي بهدفين لصفر. حسنية اكادير فازت على السارع واتزم بهدف لصفر. اما يوم الاحد 12 سبتمبر 2021، الوداد الريادي فاز على اتحاد طنجة بهدفين لصفر. أما مباراة المغرب فاسي ونهضة بركان فانتهت بالتعادل 0-0. أما مباراة الجيش الملكي ضد شباب السالمي ستلعب يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021.